السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هواة مصر الكرام وجميع الأصدقاء المحترمين على الصفحة. الناس تشرفنا بس. مساء الفل يا دادية. حاج محمد حمامة حبيبي، بس وليد حبيبي اخويا حمامة المحترم حاج محمد الغالي. طبعا ببارك من خلال بثي المتواضع للهوي السكندري المحترم اخويا وحبيبي مؤمن الياباني على الشغل المحترم جدا، الشغل الاوروبي، ويا رب يا رب يجعلوا فتحة خير يا رب، وإن شاء الله يحشيهم بأفضل أنواع ومستويات وأشكال طيور الزينة، وإن شاء الله يمتعنا، وإن شاء الله يعني يكون فتحة خير عليه وحاجة كويسة جدا للإسكندرية بوجه عام، إن يكون في مزارع بهذا الشكل داخل محافظة الإسكندرية. فبوجه تحياتي لحبيبي المحترم مؤمن الياباني، وإن شاء الله يا رب يرزقك الخير ويرزقك برزق أولادك يا رب. محمد محب حبيبي يا باشا، منور أنت اللي باشا يا باشا. طيب طبعا امبارح عملت بث مباشر عن كيفية إنتاج الفالو من عصفور واحد، ازاي اعمل غية من خلال فرد واحد او عصفور واحد. والحمد لله لقيت اعجاب ناس كتير جدا اللي دخلت لي على الخاص وقالت لي طيب احنا عاوزين الحاجة القليلة اللي بتطلع في العشوش ديت، واللي قال لي والله يا حمادة احنا بنتبسط جدا من البساب بتاعتك، واللي قال لي طبعا الكلام طبعا اللي انتوا عارفين اللي هو زيادة عن حقي خالص، اللي هو عالمي بمعنى الكلمة، والكلام ده على الخاص وعلى العام. طبعا انا بشكر الناس دي كلها جميعا، وبرحب بكل الناس المحترمة اللي بتدعمني. ولقيتها فكرة جميلة جدا، اني كرم حبيبي، كروم حبيبي، تحية اخي حمادة من القيروان تونس، اهلا وسهلا باهل تونس، منور يا غالي حبيبي يا باشا. طبعا ده النهاردة فتح لي نافذة لعمل فيديوهات احدث من ذي قبل، زي ما طبعا برحب بالناس كلها، بس عشان الكلام ما يقطعش مني فانا هرد طبعا على التعليقات كلها في اخر البث طبعا زي ما احنا متعودين. طبعا فتح لي نافذة جميلة جدا على مواضيع مختلفة او شكل جديد للبثات الخاصة بيا، زي ما كنت عامل بثات لاستضافة الهواة، زي ما كنت عامل بثات لتعليم حاجات في الغية، زي ما كنت عامل الكلام ده كله. وببسط جدا ببقى يعني فخور بنفسي، تمام، وطبعا فخور يعني فخر شرفي، اللي هو ببقى شايف ان الناس متابعة كويس، ببقى شايف ان الناس شايفة ان الفكرة ناجحة وبتنفذها، فدي حاجة بتبقى بسطاني جدا. تمام، النهاردة
زي ما اتكلمنا امبارح عن عمل فالو فلل او غية فالو فلل من عصفور واحد، ده في حد ذاته كان حاجة كويسة جدا. النهاردة بقى بمناسبة، طبعا الكلام ده طبعا ممكن يزعل ناس، بس انا النهاردة زي ما قلت ان انا راجل غاوي، انا احب اجيب العصفور اشكله طبعا بعد امر الله، زي ما اتفقنا امبارح ان امر الله دي معروفة حتى لو سهى عليا في ترديدها، ولكن دي حاجة اساسية. فالنهاردة ممكن بعصفور بلاك وينج اقرع اعمل غية تمام من البلاك وينج الفلل. نعم، انت بتقول اي كلام يا عم، ازاي من عصفور اقرع بلاك وينج هعمل غية بلاك وينج فلل؟ طب ازاي يا عم حمادة؟ هقول لك ازاي. بص يا باشا، القصة كلها ان انا النهاردة هشتغل في نوعين من البلاكات وينج، تمام؟ في نوعين من البلاكات وينج القرع، تمام؟ في البلاك وينج الأقرع، تمام؟ الكريست بريد، وفي البلاك وينج الأقرع الفاضي. بلاك وينج الأقرع كريست بريد، وفي البلاك وينج الأقرع الفاضي، تمام؟ زي ما اتكلمت قبل كده إن البلاك وينج، أو مش البلاك وينج يعني الكريست بوجه عام أو الهجروم أو لما أجي أقول عصفور كريست بريد لازم أكون شايف إن الكريست بريد طالع من إيه؟ لازم يكون عصفور طفت على فلل، اتنين شوش على بعض، المهم الاتنين فيهم صفة الكريست، حتى لو كان عصفور طفت محطوط على عصفور أقرع كريست بريد مجرب. كريست بريد لازم يكون إيه؟ مجرب، مش أي كريست بريد وخلاص. حلو كده الكلام؟ تمام. فالنهارده باشا لما اجي اجيب عصفور بلاك وينج اقرع، ازاي اعمل منه فلل بلاك وينج؟ ازاي اعمل منه هو فلل بلاك وينج؟ هاخد العصفور البلاك وينج الاقرع ده، تمام، وحديه لو هو اقرع فاضي، وهتكلم لو كريست بريد في ان واحد، لو هو بلاك وينج اقرع فاضي، تمام، يعني مثلا سي انا عندي مثلا عصفور ازرق بلاك وينج، تمام، طيب عاوز اعمل منه فلل، تمام، ومعيش ال 50 وال 60 والبتاع اللي انا هدفعهم في عصفور، تمام، طب اعمل ايه عشان اوصل لده؟ تمام، هل انا هقف واتفرج على فلان وفلان وفلان واعيط واقول عاوز فلل وما عنديش؟ لا بالعكس، انا هعمل حاجه احلى من ده. هاخد العصفور الاقرع ده وركبته على نتايتين او ثلاث نتايات، يعني الذكر كان فوق تمام وتحتيه ثلاث نتايات، الذكر كان تحتيه ثلاث نتايات فلل، تمام. الثلاث نتايات الفلل حبيبي يا من، حبيبي والف مبروك يا باشا، وديت لك احلى تحية في اول البث، وهرد طبعا على التعليقات كلها في اخر البث. حطيت الثلاث نتي الفلل وابتديت ان انا ادي الذكر للنتايه واسيبها تقعد، واخدها اديها للي بعده واسيبها تقعد، واخدها اديها للي بعده واسيبها تقعد، واخدت الذكر حطيته فوق تاني مكانه جاب لي، عشان هو اقرع صافي، تمام، جاب لي ذكورة ونتي اقرع بنسبة نقول 50%، بس انا لا اعترف بقصة 50، ممكن يبقى كلهم كريست بريد على فكرة، وممكن ما يبقاش فيهم ولا واحدة، يعني ممكن يبقى فيهم كريست بريد وممكن ما يبقاش فيهم ولا واحدة، بس في الأغلب بيبقى فيهم يعني، لكن في الأغلب مش كلهم بيبقوا كريست بريد، تمام، إلا لو كان هو كريست بريد مجرب زي ما قلنا، تمام. طلع لي عصافير قرعة سبليت بلاك وينج، طلع لي عصافير قرعة سبليت بلاك وينج. هاخد العصافير دي، تمام، كلها، وابتدي ان انا اخدهم اللي هو بيحدث الان بفضل الله انتجت عائله او جيل، تمام، من البلاك السبليتات بلاك وينج القرعه، تمام، كلهم نورمال، كلهم فيهم الجولدن،
كلهم ازرق وفايلوت والالوان الغوامق اللي احنا كلنا متعرفين عليها واللي بتكون مفضلة جدا لدى الهواة في هذه الطفرة. ايه في هذه الطفرة؟ لان مش كل الطفرات حلو فيها الرمادي، يعني مش كل الطفرات حلو فيها الرمادي. زي مثلا يقول لك ايه يا حماده، انت الاسود لايق قوي عليك، تمام، بس مثلا خالد الابيض احلى، ما بيلاقيش عليه الاسود مثلا. يعني كرم مثلا الرصاصي مثلا، يعني اقصد ان مش كل لون، عشان بس الناس مختلط عليها الامر في الحته دي. يعني يجي يقول لك مثلا ايه، انا عندي ازلي رمادي، لا، طب ما انا افضل الازلي الفايلوت الجولدن، في الازلي شكله اقوى من عصفور تاني، تمام، وهنعمل لها ان شاء الله بس في الـ الايام القادمه، بكره او ممكن في الايام القادمه، الله اعلم باللي هيحصل. نرجع لموضوعنا، اني النهارده لما اخدت الاسبليتات دي وحطيتهم، تمام، ابتديت اني انا شغلت عش تاني على الدكر ده، واحد اتنين تلاتة، نتاية جولدن، نتاية فايلوت، نتاية رمادية، وشغلت التلاتة على الدكر الايه، على الدكر الايه، الاسبليت، الدكر الاسبليت، الدكر اللي هو البلاك اللي فاضي ما فيهوش، مش كريست بريد يعني. اخدت العيال دي شلتها القرعه دي كلها، طبعا خليت النت كلها لقله النت يعني حاليا في الطفره، تمام، وابتديت اني انا اخدت الدكر ده هو. انا النهارده خلاص عملت اسطول او عملت عائله مكونه من 30 او 40 حته بفضل الله، او 20 او 25 ايا كان، سبليت بلاك وينج كلهم زرق وجولدن والالوانات اللي انا اصلا مركبها على الطفره. حلو كده، عملنا الاسطول، خلاص خلينا الاسطول ده. اشتريت بنتين سبليت بلاك وينج سبليت فولل، يعني زي ما كان انا كنت عامل، تمام، ففي حد كان عامل كده برضو، فاخدت الأسرة دي ورحت البنتين دول ورحت حطيتهم على الدكر. طب يا حمادة، أنت النتاية دي ممكن تبقى كريست بريد، حتى لو كريست بريد والدكر أقرع، طب أنا استفدت إيه؟ ما أنا هقول لك هتستفاد إيه، لحظة واحدة معايا. هاخد البنات، تمام، هاخد البنات اللي أنا شغلتها دي، هاخد عيالهم وأشيلهم في مكان تاني أو في سلكة تانية، ابتدي ان انا الحمد لله اخدت منهم عش في التاني وداخلين على التالت والرابع، ايام مسهل الحل، في حته تانيه، في حته تانيه طبعا هيرموا بلاك، هيرموا هنا بقى، مش هيرموا سبليت بس، هيرموا بلاك وهيرموا سبليت، تمام، بس طبعا ما فهمش فلل بنسبه ضعيفه قوي، لان خلاص يعتبر هرب الفلل، تمام. فاحنا هنبيعهم، انا دول خلاص مباعين، دول مباعين، دول ايه، مباعين. هاخد بقى بعد ما اخد من النتي اللي انا اشتريتها، تمام، زغللها احطها، واخد النتي اللي انا اشتريتها دي، اخدهم بقى اللي انا اشتريتهم لانهم دم ايه، دم فلل، اروح واخدهم شايلهم، واخد الدكر الازرق ده مع انتخاب عيل من عياله من النتي اللي سبليت بلاك، مش الفلل، من النتي اللي سبليت بلاك، انتخب عيل او جوز من عياله زرق، تمام، ببلاش من خلال الدكر، من خلال ايه، الدكر، واحط الدكر ده مع عياله وللبيع، تمام، وليكن 10 حتت، وهو مثلا ممكن يبقى اكتر طبعا، بس هنقول 10 حتت وهو، تمام يا سيدي. لو الحتة بألف جنيه، بص أنا بقى يعني بقول لك، مش السوق وقع، السوق يا عم انفجر، تمام، احنا لازم نحسب حاجة اسمها الريسك التجاري أو المخاطرة التجارية، لازم لما نيجي نحسب يا جماعة التركيبة ونحسب سرعة دوران رأس المال، لأن أنتوا زي ما أنتوا عارفين إن أنا ضد كلمة
ان انا اجيب جوز بخمسه ابيع الزغلول بخمسين، دي انا ما اعرفهاش، دي ما اعرفش دي قانون يعني ام سحلول، ما اعرفهاش انا دي، تمام؟ انا اعرف قانون التجاري. فالنهارده لما حطيت بعت يا عم ال10 زغاليل ب10، بعت ال10 زغاليل ب10، تمام؟ وبعت الدكر اللي انا كنت جايبه ب15، والسوق وقع والسوق بتنايل والسوق بتاع ب10 كمان، تمام؟ ادي كده انا معايا 20، معايا كام؟ 20. شيل منهم الخمسه يا عم بتوع الحتتين السبليت، او السته بتوع الحتتين السبليت، يبقى معايا 15، تمام؟ ال 15 دول انا ممكن اروح بقى اعمل ايه؟ اروح بقى مطلع بقى الانتاج بتاعي كله طبعا مع خف الذكور وبتاع مش عارف ايه. اخد ال 15 دول، تمام؟ اخليهم معايا، حلو؟ وارجع للسلكه الاولانيه اللي احنا ركبنا بيها الفلل، ركبنا بيها البلاك على الفلل. انا بكلمك في الكلام ده في موسم، يعني بفضل الله اللي بحكيه لك ده، انت هتقول يا ده احنا سنين يا باشا، ده خلاص يعني خلاص. انا دلوقتي بقى بسعى ان انا الفلوس دي مع هختار من الجيل اللي انا طلعته من الفلل بامر الله طبعا، مع الفلل انتخبنا النتي خليناها، والديكور نقيت الديكور الجولدن فقط، وهنطلع البلاك اللي هو دم الفلل بنسبة، مش هنقول عليه دم فلل 100% عشان احنا ضد الكلام ده وكلنا فاهمين ده، اللي هم بيكتب دم فلل والاهالي ايه، الحته قرعه وحته ما كريستي بريد، فما حته كريستي بريد وحته طفت مثلا، فده ما انا ما اعرفش ده دم فلل جابها منين دم فلل، تمام؟ بس ما علينا، مش بوجه الكلام طبعا لحد بعينه، ولكن بتكلم في وجه عام كغية او توارث جيني، تمام؟ لما انا النهارده خليت كام دكر الجولدن دول والكام بيت بنوته الحلوه اللي انا خليتهم، تمام؟ طبعا الجولدن اللي ملطش برمادي، اللي ملطش بفايلوت، اللي ملطش بكذا، تمام؟ خليت الذكوره والنتي، تمام؟ وال 15000، تمام؟ والبيتين اللي انا كنت شاريهم في الاول، والجزء الازرق اللي انا خليته من عيال الدكر الازرق، حطهم على بعض دول خلاص، دول قص لوحده، تمام؟ يبقى انا كده ايه، عملت جزء ببلاش ازرق، صباح الفل، تمام؟ اخد اخلي بقى 15000 هم معايا، ومعايا البنات، ومعايا الذكور، ومعايا الايه، ال البنات التانية اللي هي اخوات الذكور الاولى، تمام؟ لما اخد النهارده بقى ال 15 دول واروح اشتري، لازم اروح اشتري، تمام؟ بس هشتري من دقنه في تلو زي ما احنا عارفين، او كما يقال. لما اخد حته بال 15 دول ممكن اجيب حتتين مثلا، او حته، تمام؟ شوشه وكورك، او حتتين شوش وكوركات، ممكن اجيب حته، طبعا بتكلم في سبليت يعني، حتتين مثلا شوش وكوركات مثلا، تمام؟ سبليت بلاك، تمام؟ لما والكلام ده انا قدامي بالاسعار دي، عشان بس ما حدش يقول لي ايه توقع السوق وبتعمل السوق، لا يا باشا، هو الاسعار دي موجوده، واللي عاوز يجي لي على الخاص اجيب له اللي هو عايزه. لما اخد بقى الحتتين، اجيب بقى حتتين ذكوره، حتى لو ما لقيتش نتي، ما انا مأمن نفسي يا جماعه في النتي، ركز في الحته دي، انا مأمن نفسي في النتي، تمام؟ دلوقتي بقى وضعي انا كحماده بقى، خلاص اشتريت الشوش وكركات، تمام؟ او حاجز الشوش وكركات شبابات، اخدهم شوشه كورك بقى، هنا بقى الموضوع هيختلف معايا، شوشه كورك بدل ما كنت ادي لقرع لايه؟ لبعضه، شوشه كورك، اخد الشوشه كورك، تمام؟ وديه لايه؟ للبنات، بس احط بقى خمس بنات مشكلين حتتين من اللي انا شاريهم، وتلات بنات من فرخي، تمام؟ واجيب ممكن بنوته شوشه وكورك برضو اجيبها، تمام؟ حتى لو حطيت احط ايه، هحط مبلغ تافه، تمام؟ واخليها، تمام؟ وابتدي اني انا طبعا الجولد مش بيطلع كتير، بيطلع لي مثلا عندي مثلا دكرين مثلا، هنقول مثلا سي، او ثلاث ذكور مثلا نورمال، تمام؟ فالثلاث ذكور
تمام، انتخب منهم الدكر الجميل. جالي بقى حد عاوز دكر حد بتاع، ماشي دي حاجة تانية، لكن اشوف الدكر المحترم اللي فيهم الجولدن وابتدي اخده اديه للنتاية شوشة وكورك بقى، شوشة وكورك كده. عليت بالجين، اديت الكورك كورك للكريستي بريد او الاقرع بتاعي انا فرخي اللي معلوم المصدر اللي احنا عارفينه، والنت هحط دكر تحتيه 5 نتايات والدكر التاني تحتيه 5 نتايات. هل يعقل، هل يعقل اني انت النهارده لما تبقى حاطط 5 بنات وخمس بنات مفيش ولا حته هتطلع لك تاتشات كورك كتف كتفين شجر؟ الله اعلم، لكن اقرع دي مش هتحصل، يعني مش هتحصل. يبقى العش العشر اسس قرع دي مستحيل تحصل، مستحيل، ما ينفعش. تمام، طبعا بعد اراده الله، ولكن مستحيل مش هتحصل. اخدت انا بقى، حطيت احنا خلاص الذكور وخدت منهم العيال، طلع لي التاتشات وطلع لي الكوركات وطلع لي البتاع، طبعا نظري كله موجه للبلاك. تمام، هاخد البلاك اللي فيهم واحطه في حته، ركزوا معايا يا جماعه في الحته دي، هاخد البلاك اللي فيهم اللي هو النتايه اللي انا اشتريتها الكورك الاسبليت والدكرين اللي انا اشتريتهم الاسبليت، وحطيتهم على الحاجات بتاعتي، طلعوا لي التاتشات، طلعوا لي الشوشه، وطلعوا لي الهافه، وطلعوا لي وطلعوا لي وطلعوا لي. لو مسكت، لو مسكت بقى انا النهارده بقى، بص بقى اللقطه الجايه، انا الحمد لله بفضل الله عرضت كريست بريدات او حاجات تركيبات دم فلل اسبليت بلاك جولدن وفايلوت وفي حاجات كتير، بس مش هعرض اقرع يعني. تمام، لما انا بقى النهارده القط الحته الشوشه والحته الكورك والحته اللي طلعت بريش والحته الله اعلم اللي طلعت بفلتين شجر، تمام، القط البلاكات دي واخليها في حته لوحدها وابيع الباقي كله جيل تاني، تمام، باي حاجه، تمام، زي ما يكون بقى قدامك بقى حته ب 1000، حته ب 500، حته ب 200، اي حاجه يعني ايا كان ايه هو السعر. المهم ابيعهم، تمام، ابيع الاسبلتات الجيل التاني، لان الله اعلم ممكن تطلع فيها وممكن تطلع ما فيهاش، وفي ناس باعت اسبلتات جيل تاني ب 500 وب 300 وب 1000 وب 700 و800، يعني انا شفت ده قدام عيني، مش بتكلم، مش بتخيل، تمام، عشان ما يجيش بس حد يقول لك ايه انت طالع تعمل مش عارف ايه وريبورتات والكلام ده، لا الحاجات دي موجوده حقيقي، واللي مش مصدق اقول له عند فلان وفلان وفلان اسالهم. تمام، المهم اخدت البلاكات بقى، مسكت انا بقى سلاكه حلوه كده صغنططه كده، واخد بالك، فيها ايه، شوشه، فيها هافا، فيها طفت، فيها دم فلل، مش دم فلل يعني، فيها ريش، فيها كتف، فيها كتفين، فيها كتفين شجر، فيها حجم، فيها حته شاذه الله اعلم دي حاجه بتاعت ارزاق. مسكت دول انا بقى، تمام، مسكت دول خلاص جميلة حلوة، أعمل إيه بقى؟ أروح حاططهم كده على جنب كده زي الشطار، تمام، وأروح مفركش اللي أنا إيه؟ اللي أنا عملته ده كله، أروح مفركشه تاني كله، حتة الكرك اللي أنا اشتريتها والنتي اللي أنا اشتريتها في الأول والكلام ده كله، أنا باخد من كل حاجة عش 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 أو 20 بالكتير، يعني أنا كحمادة حتى كده، حتى لما بكتب حاجة شغالة فهي أنا أخدت منها 20، أنا بس باخد منها العترة وبالسلامة أو الدم يعني زي ما بنقوله، تمام؟ فركشت كل ده وحطيت البلاكات على بعض والدنيا إيه؟ زي الفل. خلاص كده؟ كده تمام؟ حطيت دول كده يا باشا على جنب، تمام؟ وحطيت البلاكات اللي بامر الله تتفرخ على جنب، ابتدي بقى ايه، طبعا في جوز بلاك مش عايزين ننساه، تمام، تحتيه 5 6 تحضين، تمام، عمال ناخد وحضن، ناخد وحضن، ناخد وحضن، ناخد وحضن، ناخد وحضن، عمال ناخد وحضن، ناخد وحضن، ناخد وحضن، اسعار حقيقيه فعلا، بس في ناس عايشه الوهم واحنا مش بنعتمد اسامي. لا انا ما بعتمدش اسامي، ومحدش ليه حق في مصر كلها تم، مش في مصر، في العالم، لتسعير سلعة. يعني يا مودي، يعني انت النهاردة مثلا بتبيع مثلا منتجات، مثلا اكسسوار او ايا كان في مهنتك، انت ليك حق بس تبيع شغلك بس بالسعر ده، مالكش حق ان انت تسعر لي، تعمل لي منظومة سعرية، مفيش الكلام ده، منظومة سعرية دي مش من حقك اساسا، تمام؟
ما انا جاي لك يا الله ينور يا مودي، صح كده. هقول لك بقى، اللي يعيش الوهم في الساري خليه بالظبط كده، بالظبط كده. كرومه فركشت انا بقى الدنيا دي كلها زي الدومينو كده، واخد بالك، ورحت جايب البلاكات، اخد بقى دكر بلاك كده شوشه، دكر بلاك فرشتين، دكر بلاك في بتاع، راح واخده مديه للجيل الاول اللي انا فرخته، تمام، مديه ايه للجيل الاول اللي انا فرخته، اللي انا علمته ان ده جاب كوركات وجاب تاتشات وجاب فولة، يبقى ده كريست بريد ايه مجرب. بص بقى، اخدتك هنا، اخدتك بالاقرع، ودخلتك على الكريست بريد من خلال التجربة اللي انا عايشها، واخد بالك، كريست البريد المجرب ده، تمام. اروح واخده ايه، مديه لحاجتين، اديه الكريست بريد، لا سوري، الكريست بريد المجرب اديه للايه، للبلاكات اللي انا فرختها، كريست بريد المجرب اديه للبلاكات اللي انا ايه فرختها، اعمل لي 5 اصوص، تمام. انا ما دفعتش حاجه، كل ده، كل اللي انا بهري فيه ده وبحكي فيه ده، انا ما دفعتش حاجه لسه لغايه دلوقتي، ما دفعتش جنيه، انا دفعت الدكر الاولاني، دفعت الايه، الدكر الاولاني، عشان الناس اللي بتقول لك عشان اعمل مزرعه محتاج من 1 مليار جنيه، ما فيش الكلام ده، تمام، وربنا يستر ما يتقفلش الاكونت ده بعد البث ده، تمام. المهم ايه، اخدت النتي اللي انا جربتها والدكور اللي انا جربتها والدكور الكوركات، اديهم للبلاكات، هيتفضل لي حتتين تلاتة بلاك، حتة بلاك، حتتين يا عم، تمام. اروح جاي عامل ايه، اجيب فولة البوم، فولة ليه بوم، بوم دي يعني ما فيش اللي هو ايه، يعني بوم دي الا من رحمة رب اتنين تلاتة، لكن مش كله بقى عملي على العومة، يعني اتنين تلاتة ليهم الحق في بيع الاسعار دي، عشان ده مستوى مش موجود غير عند دول، تمام. انا بقول لك البوم اللي هو المحترم، اللي هو 2000 3 الحته فلل، انا بدفع للكلام ده، بدفع لغايه دلوقتي بالاسعار دي، بدفع 1.5 2 3 4 في حته فلل، تمام، مش انجليزيه ولا اي حاجه، بس حته جامده، حته شاذه، حته منظومه، حته فيها محاسن، تمام. واحط البلاكات، الحتتين البلاك على حتتين فلل، سواء كان ديكور او نيتي مش هتفرق. هطلع اسبليت فلل، تمام، هي الناس لسه فرخت الاسبوع اللي فات، الاسبليتات فلل الكتير اللي هي الغيات كلها عرضت اسبليت، يعني فلل اسبليت بلاك، تمام. لا انا بكلمك بقى في حاجه انا عملتها بفضل الله، هما الاسبوع اللي فات وانا الاسبوع ده، فما يعني ما مش هما الاسبوع اللي فات وانا كمان قرن، لا يعني الفرق كله تافه، تمام. ابتدي ان انا اخد بقى ايه، حطيت خلاص الحته البلاك اللي هي فيها ريش او فيها كذا او فيها شوشه او حطيتها على فلل، وحطيتها على التركيبات بتاعتي والنتي اللي انا شاريها، تمام، اللي هي دم الفلل من معلومه المصدر، تمام، تكون لازم من حد محترم، احط ده على ده واحط ده على ده. في التركيبه بقى الاولانيه اللي انا حاطط البلاكات اللي طلعت على السبليت الفلل، سبليت بلاك، حطيتهم، وهنا الاسبليتات بلاك، طبعا الاسبليتات بلاك اللي هتطلع هيطلع عصفور جامد عادي، يعني انت كأنه عادي قدامك، هيطلع عصفور واو بوم، عصفور محترم، تمام، عصفور محترم هيطلع لك سبليت بلاك. وفي التركيبه التانيه اللي انا حاطط فيها البلاكات على الدم الاولاني السبليت القرعه والنتي اللي انا شاريها، هيطلع لك بلاك، هيطلع لك بأمر الله طبعا بلاك بمستوى أفضل من اللي أنا كنت شايلهم. آخد عيل من هنا يا مسلم على عيل من هنا يا مسلم، ودي دول لبعض، ودي إيه دول لبعض، تمام. لك أن تتخيل طبعا، بص التركيبة، كل ده بيحصل في موسم على فكرة، بس السرعة والتحضين والدنيا تمشي، يعني انا مش بعترف بالتحضين قوي بصراحة، يعني هو الرزق هتاخده هتاخده، بس برضه لازم يبقى عندي تحضين احتياطي، يعني لازم يبقى عندي تحضين، بحط مثلا حصويتين تحت ده، كل واحد ليه سياسة يعني في حصة التحضين دي، تمام. لك يا مسلم ان تتخيل
او يا اي حد يا انسان ان تتخيل، لاني مسلم مسيحي يهودي لكم دينكم ولي ديني ماليش دعوة انت ايه، تمام؟ انا بخاطب اخويا الانسان، مش اخويا اي حاجة تانية، اخويا الانسان اللي هو ده زي زيه، تمام؟ ربنا خلقه، ربنا خلقني، ربنا خلق الحيوان، ربنا خلق الحشرة، ده ربنا سبحانه وتعالى، دي حاجة ترجع له هو، محاسبته هو، دي ما حاجة ما تر... ما مش... أنا مش عايز أعرفها أساسا، دي حاجة بتاعته هو، تمام؟ لك أن تتخيل يا إنسان إني لما تدي، هرجع لك يا مودي عينيا، هترجع لما تدي حتة من البلاك اللي هتطلع هنا، في البلاكات اللي طلعت لي في الاول على على اللي طلعوا لي بعد كده واللي انا اشتريتهم، وهنا في البلاكات اللي اديتهم لفولا، لما تدي حته من هنا لحته من هنا، الاسبليت والبلاك اللي هيبقى طالع، انت مستوى عقلك مش هيتوصل له، انا اسف انجاز التعبير، ولا مستوى عقلي. ليه؟ لأن هنا في حاجة اسمها قفلة الدم أو قفلة الجين بتحصل، دي تحت حاجة اسمها الرزق، تحت حاجة اسمها الرزق، والرزق هو من رب العباد مش من أي حد تاني، احنا كلنا بنجتهد. في واحد يقول لك أصل أنا الدم الفلان ما جابش معايا، لا هو رزقك فيه كده، ممكن واحد تاني ياخده يجيب له حاجة حتة بوم، تمام؟ فهو ده النهارده، دي رزق بتاع ربنا سبحانه وتعالى. لما تحط الاتنين دول على بعض هتاخد بلاكات وسبليتات بالهبل، بمستويات تحف، بمستويات تحف. على فكرة يا جماعة مش مهم توصل الأول، المهم توصل إزاي، يعني مش مهم توصل الأول، المهم توصل إزاي. متخيل بقى مكسبك ماديا؟ طبعا في بقى سبليتات بتطلع، وفي بلاكات بتطلع بتتباع، في بقى ايه، فلوس داخله طبعا من الجزء من التركيبه اللي هي البلاكات بتاعتنا اللي احنا ركبناها على الـ على الـ على الـ على الـ يعني الدم الاولاني والنتي اللي احنا شاريناه، وعلى ايه، وعلى الفلل اللي هو الجيل الاول بقى، حاجات بقى الله اكبر. ففي كلام كبير جاي لك، فلوس كتيره جايه لك، عشان ربنا يوسع في رزقك تهاود مع الهاوي، تهاود مع الهاوي، ربنا كرمك، ليه مش عاوز تكرم الناس؟ يعني ربنا اداك قال لك خد يا عم حمادة، كسبت اهو 1000 جنيه، فتحت العيش لقيت 1000 جنيه مثلا، يعني ما يجي لك هاوي اديله يا عم منها 200، اديله منها 500، اديله منها اي حاجة، تمام؟ مش اديله ماديا، انا اقصد يعني بيع بسعر حلو، الله اكبر، ربنا فتح عليك، ربنا رزقك، ربنا اداك من وسع، ربنا كرمك بفلل وسبلتات، وفي جوز بلاك شغال الله اكبر، طبعا ده فلوسه ايه، شغالة بقى زرق ويلا، فاهم انت، فرح ابن العمدة هناك شغال على تحت الايه، الدق القص فوق، وتحتيه اللي تحتيه التحضين او الاسترالي، فده حاجه جدا جميله جدا. تبتدي بقى ايه، تنتخب، طول ما انت شغال بتنتخب، تاخد الافضل وتديه للافضل، وتديه برضه لفلل، تدي الافضل قوي للافضل قوي لبعض، والاقل درجه للفلل، يعني الافضل قوي في البلاكات والسبليت، للافضل قوي في البلاكات والاسبليت، وركز لي على قوي دي، لازم قوي، تمام؟ والافضل حته يعني مثلا كتف جامد وكتف 3 ريشات، تمام، هديه لفلل، واخد البلاكات جامده اديها تاني للاسبليت اللي طالع، واطلع منه بلاكات في خلال موسم او اتنين على الاكثر، 3 مواسم. طبعا انت دلوقتي عندك جنب كامل يعني انت عندك جنب كامل من الاسبليتات والكوركات والبلاكات والدنيا زي الفل، تمام؟ انا كحماده في انه خطوه، انا في خطوه دلوقتي القرعه على الكوركات
كركات، وان شاء الله بنفرخ منهم باذنك يا رب عشان نبتدي على الخطوه الثالثه في موسم واحد. فاضل الخطوه الرابعه يعني في خلال الموسم، بدايه الموسم القادم بامر الله او في اخر الموسم ده. يعني احنا انا ما بعترفش بكلمه موسم دي بصراحه، انا بشغل عادي تمام، بريح لما انا اكون عايز اريح الطير. يعني انا مثلا شهر 12 1 2 ده ببقى مريح فيه على قدر الامكان، وساعات بشغل بيبقى برد وسقعه وبتاع. فيعني مدارس كل واحد وليه مدرسته. فببتدي اني انا النهارده اعمل غية من عصفور واحد، وبقولها لك بواقع، بقولها لك بكلام موجود فعلا تمام. كلمني حد محترم قال لي انت ازاي، يعني من بره مصر اساسا يعني بلهجته طبعا، انت ازاي حبيبي بتبيع بالاسعار دي ومش عارف ايه، اسعارك جميله يا باشا. انا مبسوط كده، انا راضي يعني، انا صباح الفل، انا يا باشا راضي. لازم الرضا، لازم يا جماعه نرضى بالموضوع ونكون مبسوطين بان ربنا بعت لنا الرزق. ربنا وسع عليك، وسع على الناس عشان ربنا يكرمك. ما هو ربنا لو انت مين جعيس الجعسين، لو انت النهارده ما نفذتش اللي ربنا قاله، عمر ما ربنا هيكرمك، انسى، مش هتحصل دي تمام، يعني مش هتحصل تمام. ف يا ريت يا جماعه نكون قدرنا ان احنا ايه نستفاد النهارده من البث. وطبعا هجيب بالتعليقات من الاول خالص، في تعليقات يا جماعه بتختفي، انا اسف طبعا. منور اخي عم ناجي شلبي طبعا المحترم، حبيبي عم ناجي والله، بس هو التعليق بتاعك فوق بس انا كنت واخد بالي منه. يعني يا ريت الناس اللي قبل عم ناجي شلبي طبعا الراجل المحترم المميز جدا يعني يعذرني، لان فعلا التعليقات مش واضحه عندي. في بقى بعديها على طول غسان، منور اخ حماده، تسلم يا باشا نورك. طبعا اللي حابب يسال اي اسئله في خلال في اطار الموضوع يعني يتفضل. مهند المحمدي، منور حبيبي، نورك يا باشا. حبيبي ابو عمار، وانت طيب يا جميل، الله ينور عليك يا حبيبي. مودي، لازم اشتري فعلا طبعا، ده اساسي عشان ادعم نفسي، بس اشتري من دقنه فتله برضه يعني، ما بحاول بقدر الامكان ما خلكش تدفع. كل سنه وانت طيب يا حماده، وانت طيب يا جميل. ياسر ابو احمد، مساء الورد والياسمين، حاج احمد بحريه طبعا محترم. مودي حامد، اسعار حقيقيه طبعا، وردينا على الكلام ده. اخد البلاك وارده تاني على فلان من جديد تمام كده، وارده برده على الحاجات اللي انا كنت مطلعها يخليه. بالظبط كده كروم، اكيد طبعا. منور يا كبير حبيبي يا كريم، حبيبي يا كروم، يطلع بلاك فول البوم باذن الله طبعا، فوق البوم كمان بشويه يا مودي، والله بامرك يا رب. لازم، انا عند حسن ظن ربنا، بيقول لك انا عند حسن ظن ربنا. تخيل انت يعني ربنا سبحانه وتعالى بيستحي ان هو ما يكونش عند حسن ظنك، يعني يقول لك ازاي العبد ده، والله اعلم طبعا هو ايه اللي بيحصل يعني في الموضوع يعني دينيا او يعني خطواتها ايه، ولكن يقول لك انا عند ازاي ده وبيقول لا هيحصل وانا واثق في ربنا وربنا ما ينفذهوش. فهو بيقول لك انا عنده، مش انا ممكن ابقى، لا هو قال لك انا عند حسن ظني. وطبعا ده مش واحد بيوعدك، ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك انا عند، خلصت الشغله. عمرو الشريق، حبيبي عمور، حبيبي عمور، منور الدنيا انت يا عمور والله. حبيبي يا غسان، كلام كبير، تسلم يا رب. كلام بفلوس يا ابو الديشه، حبيبي 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 مودي. عمرو الشريف، كلام كبير، تسلم يا رب، بس محترم جدا جدا. حبيبي يا غالي، حبيبي يا كرومه، منور الدنيا كلها. عم حماده، محمد النحاس، حبيبي يا باشا، تسلم يا رب. النقيب النقيب، حبيبي يا حماده. تجويز الاسبلتات لبلاك نسبه الانتاج، تجويز الاسبلتات لبلاك نسبه الانتاج ايه؟ قلناها يا باشا في البث، حضرتك لو حابب ترجع في البث بعد ما نقفل. قايل اني زي ما اتكلمت في اول البث ان هيطلع لك على حسب التركيبه، هيطلع لك بس طبعا هيطلع اكيد بلاك. الريش ده على حسب اللي التركيبه بتاعتك، وزي ما قلنا عشان برضو ما ننساش الحته دي. طب ليه ما نشتغلش
زي الفولو، لان ده بنشتغل بيه على قرعة. لان ده اجاوب بس السؤال اللي قبله الاول. طبعا لو كريست بريد النهارده وحطيتها على فلل، فالنهارده الكريست بريد ده بيكون افضل لو مجرب وبكمل نفس الخطوات، ولكن بوضع الكريست بريد يعني محل العصفور الاقرع الاولاني. وطبعا ما نشتغلش زي الفالو، لان الفالو متاح منه فلل، متاح منه ريش، متاح منه تاتشات، متاح منه كل حاجه، تمام. لكن البلاك وينج مش متاح منه، فما يناسب طفره لا يناسب الاخرى. يعني ده المهم جدا، يعني ما يناسب طفره لا يناسب الاخرى. انا النهارده ممكن اشتغل بلاك رمادي، الله ده شكله جميل قوي، بس في الازلي لا، انا شايف الفايلوت جولدن، وهي في الاول وفي الاخر اذواق. عايزين نتكلم على الاسعار؟ حاضر يا باشا، ده هتبقى في بس يعني مخصوص، لكن انا اقدر اقولها لك في ايجاز ان الاسعار لا يحددها غير صاحبها بس. محدش ليه حق في العالم ان هو يعمل لي تسعيره او يديني سعر حاجه، مفيش الكلام ده. زي اللي بيخش يقول لي قيم لي سعر، مفيش حاجه اسمها قيم لي سعر. انت جايب الجزء بكام، هتطلع الزغلول بكام، وصل لك كام من راس المال؟ زي ما مودي حامد لما كنت بكلمه من 3 ايام قال لي كلمه جميله جدا، بنتكلم في الطير وبتاع، فبيقول لي الحمد لله الطفره الفلانيه لميت فلوسي فيها، فزي الفل. هو ده ليه اتكلم كده، عشان راجل تاجر زيه، تاجر في السوق يعني عموما، بعيد عن الطير خالص، في المهنه بتاعتنا مثلا في التجاره في المنطقه اللي احنا فيها، تمام. فهو ده، انا اشتريت الجزء بكام، العصفور ده قيمت جاب لي، انا اشتريت الجزء ب 1000، فجاب لي العصفور ده 500، فانا جبت نص حق القص وجوز هديه، والجوز هديه و500 جنيه يعني. نعم، عاوز ايه؟ عاوز تنهب؟ انت فاهم؟ فده اللي انا حابب اقوله للناس برضو، طبعا مش لحضرتك خالص يعني، ولكن بقول للناس يعني عموما، اللي عاوزه تجيب بجنيه تبيع بمليون، ده ما مش عارف ده ايه ده بصراحه. طبعا ده سبب وقوع الغيه يعني في مصر طبعا، تمام. اتمنى اكون قدرت اوصل حاجه تفيد الغاوي، حاجه تقدم الغاوي. حسام ابو بكر تسلم يا رب. حبيبي يا ابو حميد، حبيبي احمد طه المحترم طبعا، ربنا يبارك لك، واخويا وحبيبي، ربنا يبارك لك يا ابو حميد، والله وحشني وعايز اكلمك والله، نور الدنيا كلها، تسلم يا رب. اتمنى اكون وصلت حاجه جديده، اتمنى اكون فدت الهواه. في ناس بتكلمني بتقول لي انت كده ازاي بتقول والله العظيم، يعني ناس بتكلمني بتقول لي يا باشا انت راجل ربنا يبارك لك، في ناس ما بتعملش كده، بتاخد الهاوي الجديد او الهاوي اللي مش فاهم انجاز التعبير، تديله الاول على عينه عشان يتعلم وعشان يعرف وعشان بتاع. عمر يا ابني ما ربنا هيكرمك، عمر ما ربنا هيرزقك، لاني ربنا سبحانه وتعالى هو رب قلوب فعلا، بيديك على حبيبي يا استاذ سامح تسلم يا رب، سموها عسل، بيدي كل واحد على قد نيته. حياتي لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا تنسوا الدعاء، أخوكم في الله حمادة طلبة، السلام عليكم.